شهميران هون عابد خدوا على البناء لجوا واتصل بالمعلم قال له شهميران هون وانت الحقوا لجوا بالاول اقتلوا العميل وبعدين اقتلوا البقيه امرك التفوا من ورا وفوتوا لجوا عابد. معلم داهمونا بمحلنا ونحن طالعين عابد ما لازم يموت عميل الموساد تحملوا جايين معلم شو عم يصير راجعين بماتي عمران فيك تشلح الكيس معلم ما عم بحسن بشلحه طيب انت ليش ربطت له يا حتى يبين واقع معلم معلم رافقونا كل هالقد ما بصير نرجعهم على الفاضي بيلفوا لعنا من ورا اطلع من هنيك ايه جاي عبد الحي اللي شو وضعك منيح اسحبوا لهداك لجوا انسى الزلمه مات سيدي عميل الموساد انقتل ايه كتير منيح سيدي مراد على مدار جاي لهون شو بتأمرنا نعمل ما بيصير نبعت العميل هيك لحاله لتحت التراب قتلوهم كلهم عمران انت خليك هون حاضر معلم ايه
حاضر معلم. معلم الجبنة هربوا. خلاص اتركهم يهربوا، نمسكهم بمحل تاني. عبد الحي انت منيح؟ رصاصة فايت لجوا، انا بنزف كتير. انت ليش واقف هيك؟ اتصل بالتركي خليه يبعت الاسعاف. معلم انا اتصلت. ليش لكان عم تخليني احكي على الفاضي؟ شو قصتك؟ وانت شو وضعك يا نمر؟ منيح ماشي. واحد اثنين ثلاثة. معلم في شيء ضروري بدي اقول لك اياه. بتقول لي اللي بدك تقوله بالمستشفى. انا ما بدي مشفى معلم، ما فيني. امشي معي وسكوت. يلا. اطلع. ما فهمت شو جاب برا لهون. انا ما بعرف معلم. شو يعني كانوا عم بيلاحقوه؟ أكيد معلم. بروح بمسك العميل بشمال العراق وهن اللي بيقتلوه هون بنص اسطنبول. ما عم تفوت بعقلي هالشغلة. اتركني انا ما في شيء. قول للشوفير يسوق اسرع. جهزت غرفة العمليات؟ ايه جهزتها سيد تركي. ما تشيلوا هدول من هون. سيد تركي بلا ما تتوتر. شلون بدك ياني ما اتوتر؟ لحشونا هون بمشفى المجانين هذا وما بيتصلوا فينا غير اذا في واحد داخل رصاصة برئته او بيكون عم ينازع. ودخيلك يا تركي انقذه. بدي اترك هالشغلة كلها. شي مرة يجوا لعنا لهون يشربوا كاسة شاي، يجوا لعنا يفطروا معنا، يجوا عولادي. رح حقق لك امنيتك. رح نفذ امرك بعد 9 اشهر. اذا ما زبطت 10 اشهر. انا مثلك متوتر هالفترة. لا تبلش تحكي حكي دمه تقيل وتسم لي بدني مشان الله. روح من وشي يلا. يلا بسرعة. افتحوا له غرفة. بنعمل له الإسعاف الأولي هلأ ومنكمل العلاج بعدين. حاضر دكتور. لك ما بدي ما بدي. شو ما عم تفهموا؟ ما بدي. ما عم تسمع؟ بدي تنادولي مراد على مدار. شلون وضعه؟ مو كتير منيح ولازم ينام. بتصور إذا لقط جراثيم يمكن يصير عاجز. إذا بدي يصير عاجز صير. معلم لازم نروح من هون هلأ. كيف قدروا يلحقوك يا باران؟ آزاد، إجت آزاد.
رحت أخذها على مكان، يمكن كانوا لاحقينها للبنت. وين أخذت البنت؟ قلي على محلها لروح أخذها. معلش، أنا كمان بدي روح. أنت ما بصير تروح، شو مانك شايف كيف وضع رجلك؟ إذا بتنقطع رح أروح. تركي، سألتك عن وضعه ما جاوبتني. خطير، وضعه خطير، برأيك كيف بيكون وضع اللي متصاوب برصاصة؟ لا تبالغ تركي. شو بيعمل رصاص بالحديد؟ بينحني أو بينطعج شوي وبيترك علامه بس. معناتها رفيقك عبد الحي ما شاء الله عليه يا سيد ميماتي، مثل الحديد؟ آه، برافو، دائما احكي معي هيك وعطيني الجوابات اللي بدي إياها. وشو وضعه التاني؟ طلع مع السيد مراد. ليش قاعد عم تلهيني بالحكي يا تركي؟ لوين راحوا اتنين؟ أنا شو عرفني لوين راحوا جماعتك؟ شو دخلني أنا؟ معناها هنن مانن بحاجتك. لو بحاجتك كانوا قالوا لك تفضل لنروح سيد ميماتي. أنت شو مشكلتك؟ هلأ بزمتك أنا خرجي إني دير هاي المشفى؟ المرض بكل محل، الميكروبات بكل محل، والضغط بكل محل. أحسن شي بتعمله إنك ما عاد تحكي. أنا حكيت كتير، شو يلي استفدته؟ هذا أكيد ميماتي يجع، لأنه صار له فترة عم بيلاحقني. خير، صاير شي مع السيد داود؟ صاير، واقع بالغرام. شو يعني علقان بشغل جديد؟ لا، عن جد واقع بالغرام. السيد داود وبنت عمرها 22 سنة. مستحيل صدق. معناتها تعال وبتشوف بعيونك. ما في داعي يجي، هدول العيون شافوا كتير كل هالسنين، وحاجة ما بقى بدهم يشوفوا شي لأنهم تعبوا. البنت بتكون بنت إبراهيم فاليد. معناتها حضرتك جاي على المكان الغلط، روحي لعند السيد محمد فكرت. أكيد أبي ما رح يركض ورا هيك خيالات فاضية ويضيع حاله إذا كنت أنت جنبه عم تنصحه. ست أنجي اللي حطوني عند أبوكي جماعة الدولة، ما بتعرفي هالشي؟ إيه بعرف، صار اللي صار وأبي سامحك. خلاص، رجاء أنا وأبي هلأ بحاجتك، يا ريت ترجع. وأنا أبي بحاجتي أكتر منكم بكتير. جيب أبوك كمان. ست أنجي، ما رح أرجع. طيب ليش؟ ما بدي. شو مالنا خاطر عندك؟ بلا، دائما موجود. اي بس للأسف أنا ما بفهم بأمور الآن، وما بقدر ساعدك ولا حتى ساعد والدك. أبي لانو عشقان ولا شي من هاد، أنا حكيت هيك بس مشان أقنعك. شو بتحبي ضيفك؟ ما بصير تروحي من دون ما تشربي شي. بولوت، أنا جاي عم بترجاك، رجاء لا تخجلني وارجع. مليت أنا من العيشة مشان غيري ستنجي، وأنا هلأ بدي أعيش مشان حالي وبس. سيدي إجا شاه ميران يشوفك. دخله. شو أخبار رجالك؟ الزلمة تبعك مشي حاله كتير حلو. شو شلون صرت؟ أحسن. تعرفت على مراد علمدار. سلمنا على بعض بس ما تعرفنا لسه. إمتى رح تصفي وتقيمه من وشنا؟ يعني إمتى ما بدي.
شو يعني هلأ مراد علمدار صار الند تبعي مشان اترك شغلي ومخططاتي والشغل فيه؟ إذا مراد علمدار بيقدر يقوصني ويموتني بيكون أكيد الند تبعك وبيكون ند إلي كمان، راح بيكون ند للكل. إمتى ما بدي بحط مسدسي براسه وبقوصه ولا يهمك. ألو ألبير، بدي إياك تخبر رئيس الحكومة، قل له إنه فقدنا الأمانة. للأسف رح يدخل لحاله على الاجتماع. أنت قل له هذا الحكي بالضبط وهو بيفهم. خلاص قربنا. ادخل. شو خبرني اجا ضيفنا؟ سيدي مع الاسف عندي خبر سيء، رح تدخلوا الاجتماع لوحدكم. شو صار؟ ما بعرف التفاصيل سيدي. حضرت الشغلة اللي قلت لك عليها؟ حضرتها سيدي. ما بيطلع شي باليد، قتلوا الزلمة وخلصوا. عابد انت خليك هون. ايه حاضر معلم. هذا المكان. البنت هربت من المنظمة؟ ايه هربت. وقت اللي تركتنا بشمال العراق كنت رايح لتشوف البنت؟ مزبوط. وشلون اجت بهالفترة القصيرة؟ ما بعرف. عود هون شوي وخد نفس. وكيف قدرت تلاقيك باسطنبول؟ اخي انا ما بتهمني غير النتيجة، لقتني ولا ما لقتني؟ أنا ما بتهمني هيك نتيجة. لو البنت بتحبك ليش ما أجت معك؟ أنت قلت لها ما هيك؟ قلت لها تعالي. وهي شو قالت لك؟ قالت لك عميل جاسوس بعد حالك. قالت هيك لأنها زعلانة، وإلا كانت بتقوصني براسي. كانت بتصرخ بس كان في وحدة تانية. ليش ما عملتها؟ أنا ما بفكر بيلي عم بتفكر فيه أنت. ابني العاشق ما بيقدر يفكر، بيقبل وبس. شو ما كان التمن يكون اكيد بيقبل. وشو ما كان يكون لنشوفها اذا بعدها هون. بعدني عايش بس منصاب. انت بعتلي هدول الكلاب وراكي؟ بران عن شو عم تحكي؟ انت شلون تبعتيهم؟ برأيك لو بعتهم بستناك هون؟ انت لهيك اجيت لهون مع هذا العميل؟ خلصينا بقى من هذا الحكي. انا صديق المرحوم ابوه، الولد عم بيموت هون. رح تموت من عنادك مو من رصاصة. في زلمتي واقف قدام الباب اسمه عابد، روحي قولي له خليه يطلب الاسعاف. وقرري اذا بدك تروحي او بدك تضلي هون. ماشي؟ يلا. المدير تبعك بيقول لك اطلب الاسعاف لهون.
بران عم يموت. يلا خالي، علامة الشركة القبضة جاهزة، رسمت العلامة التجارية تبع الشركة. لك شو اللي عامله انت؟ شو راسم؟ راسمها هيك دغري؟ معقولة انت؟ نجدت قولك انا قلت لك ولا لا؟ على القليلة لونها بالاحمر، حرفين الزين كبرهم وحرف الميم صغره. عبس ما في فايدة، شفت حتى خالي ما عجبته. خالي بس من زمان ما عاد حدا عمل هيك شغلة. هلأ لوحات المديرن كلها عم تكون سادة، بس لو ابني لو انك كاتبها بالاحمر. خالي اللون الاحمر باللوحة ما بيصير ينحط بذكر بشي. شو قصدك بشي؟ يعني لما الناس بيشوفوا اللون الاحمر بيصيروا بيحسوا بطريقة غير شكل. شو بيصيروا؟ لا احكي لشوف. شلون بحكي قدامه ما بيصير عيب؟ لك احكي ابني، شو فيها؟ شو في بناتنا حدا غريب؟ خالي اللون الاحمر صار له معنى شغلات، يعني هيك وهيك. جوهر انت بدك تبادلنا؟ لك ابني شو احمر مع احمر؟ شو بدكم تعملونه فضيحة؟ خلاص ساوي لوحة تانية. اذا بدك تأسس شركة ليش تخلي نجدة ترسم لك اياها؟ اعطي مصاري لواحد يعملها مثل الخلق وخلص. بس يا خالي هيك بياخدوا كتير. شو ما بدك تدفع مصاري على هاي؟ بتروح تقعد بتلعب دقين طاولة بتطالع حق تصميم اللوحة ببلاش. والله مزبوط خالي، بكسر ايدك اذا بتعمل هيك جوهر. لك يا ابني التجارة هاي اكبر لعبة قمار، هاي بدك تلعب فيها. بدك الحق ولا ابن عمو؟ احكي لشوف. خالي بالحقيقة هي شغلة التجارة قلعت القمار من جوات قلبي قلع. انا متحمس كتير، يعني بدي اشتري الخشب بعشر ليرات من هنيك وجيبه لهون، وبس جيبه بدي بيعه ب300. يعني هلأ انت بتحب الخشب والحطب ما هيك جوهر؟ انا بحب الربح خالي. خالي اجا أزجان ابن اخو لزو الفقار آغا. زازا جوا شي هيك عم تناديله زازا حاف؟ نحن من ناديله الخال زازا، وهيك لازم تناديه زازا الخال. بدي قابل زازا الخال. مشان شو جاي؟ بدك تبوس الايد اللي ما بستاه؟ جوهر بكفي لا توجع لي قلبي، فوتني يلا. شو كبير هالبيت فيك ترتاح فيه من وجع القلب تبعك، خد وقتك ليروح وجعك وبعدين احمل حالك ونقلع. اذا قلت لك الك يا خال رح بتخليني قابله؟ يعني انت امبارح كنت عم تقول لجماعة المنظمة يا خالي، شو بيعرفني اذا كنت عم تقولها الي مشان تمشي شغلك وبس؟ مزبوط اللي عم فكر فيه؟ ها جوهر يا معلم، ليك انت اكيد مزعوج من هالشراكة وانا كمان مزعوج. عمي ركب السفينة مع ميماتي وهداك ماسك الدفة، وهي الشغلة ما حدا رح يحسن يحلها غير الخال زازا.
شو بده قالك؟ خالي عم يقول انه في ايد واحدة بتنباس بهذا الوسط وبس، وهي ايد الخال زازا وما في غيرها ابدا. انت عم تقول ولا اوزجان عم يقول؟ اوزجان عم يقول. ومنين عم يقول هالحكي؟ من تمه. ما بيمشي اللي يكون عم يقوله من قلبه. خالي خليه بوصل هالايد حتى تطلع من تمه وتروح لنص قلبه. خير جوهر، من وين لوين بتحبه انت لهذا الصبي اوزجان؟ يا خالي شو نسيان اني انا حطب؟ بيقولوا انه الحطب الاصلي ما بينسى اول بلطة بياكلها. جوهري انت صاير عم تحكي حكم اليوم، شو قصتك ها؟ قلي لشوف. مين علمنا يا خالي؟ نحن بنحكي بمعيتك. نادي خليه يجي. أوزجان كنت عم تقول لجوهر انك بتحبني ما هيك؟ استغفر الله. بتعرفني أوزجان انا ما بحب تمسيح الجوخ هاد. بهذا الوسط تبعنا بس ايدك بتنباس، كان في ايد عمي. ها؟ خير ابني، صاير شي على ذو الفقار اغا؟ عمي ختيار. بدك عمك ما يختير وعنده ابن اخ مثلك عم يعذبنا؟ أنا غلطت بحقك خال زازا، غلطت لأني كنت زعلان من عمي، عملت لأنه راح زد حاله بحضن ميماتي. ومين هاد ميماتي اللي يحكم بينكم؟ إذا كان إله مشكلة معك كان لازم تقعدوا وتحكوا، وإنت كنت بتعمل اللازم. شو قصدك من هالحكي يا أوزجان؟ عم قلك عمي خرف يا خالي، مالك سمعان بكلمة خرفان؟ محل الخرفان مستشفى المجانين، لا تمشي مع هذا الخرفان ولا تدخل معه بتجارة وما تجارة، لا تدخل تحت جناح ميماتي. في شي تاني لسه بدك تخبرني اياه؟ بتسمع اوامرك. معناتها فتح اذنك واسمعني شو رح احكي منيح. وقت كنت انت اول مشيتك وكنت انت لسه بالشورت القصير وعم تركب البسكليت، كنا انا وعمك نتصيد خنازير باسطنبول وضواحيها. هذا عمك اللي عم تقول عنه خرفان بيعلق على حبل 100 خنزير مثلك وبيدورن بشوارع اسطنبول قدام الناس وبيدورن من الصبح لاخر الليل. روح روح انقلع من وشي، روح دور على بلوتك بمحل تاني. هيك ما بقى علي ذنب. لك ابني الزم صار معشعش جوات قلبك وعفن وما بيروحوا لا بأربعين سنة إلا إذا الله من فوق نور لك قلبك وهداك ورجاك الطريق. شو بدي يا ربي؟ استغفر الله العظيم، كله هذا بسبب جوهر. دخلنا بين العم وابن الأخ بسبب إمارك وعمائلك السوداء. على كل منيح اللي صار هالشي لأن الخاين كشف حاله. شو هالمصيبة اللي عنده يا هذا الفقار؟ كل اللي خانوه عم يطلعوا من جوات شغله. شو عم تعمل يا زينال؟ آغا هاد الواطي قاعد عم بيحتال على الناس. وشلون احتال على الناس؟ جمع أراضي الناس على أساس رح يعطيهم مقابلها شاء إجازة، بس ما عمله. وليش ما عمل البنايات؟ لأنه روح المصاري. طيب شو صار بالأراضي تبع الناس؟ كمان راحت. وقت أخذت أراضي الناس ما خطر على بالك انه رح يجي يوم وتتحاسب فيه؟ ولك انت ما بتخاف من الله يا سافل؟ شو اسمه الحقير؟ علي. اغا اسمح لي اوصو براسه لهالحقير. اتركه يروح يا زينال. اغا هذا بلوي على روس الناس. قلت لك اتركه يروح يا زينال.
شايفك شارد خير. شو فيه؟ أعطيني هالتليفون جوهر. بدك تتصل بدور فقار؟ مشان الله يا خال، بلا ما نتدخل بين العم وابن الأخ. لا تخاف، بدي اتصل بميماتي آغا. بدك تفض الشراكة ما هيك؟ يلا هات التليفون بقى. جوهر صاير ما عم حب معارضتك إلي. ها لك اتصلي بميماتي وهاته. لك أنا ما قلت لك ما بدي شوفك ولا شوف خلقتك؟ خد راحتك وفش خلقك فيني. ست قلتانا مو معي كل الوقت عم بتنادي أخي أخي. معلش تنقبر. ألو شو في زازا؟ ليك أخي ميماتي، محلك واسع ولا ضيق؟ على هالأساس بدي أحكي معك. ما في غير القبر واسع علينا يا زازا. منيح، معناته أنت هلأ طبيعي. طلع من راسي، ليش عم تطلع؟ عم تحكي معي أنا؟ وليش لقلك هيك شي؟ أنت دائما بتقول شي طلع من راسي شي نزيل شي مدري ما بعرف شو. زازا قلي شو بدك، مزاجي صفر. لكان شكون ربك إذا هيك. أنا المزاج اللي بدي أحكي فيه ناقص 30، شو في لسه أبرد من هيك؟ هالمرة شو صاير؟ في هذا ابن أخوه لذو الفقار كانك جان. ايه فلتان عم يدور على كيفه، والهيئة عمو فالت له الحبل على الآخر. يعني عم قول لحالي لا يعمل له شي غلطة لا سمح الله. إذا ما بدك ياه يعمل غلط روح تبنى الولد. أخي هذا الشاب حطب مو حي الله، حطب مقلوع من شرشه. لو بيفيدنا بشي مناخده ومنعمل فيه شي، بس الحطب ميماتي ما بيطلع منه غير النار. شو بعمل يعني؟ فهمني شو بدك. خلصني. والله اعمل اللي بدك ياه. بعدين ليش عم تصرخ بوشي؟ الحق على اللي عم يعمل منيح معك. لك حتى المنيح ما عم يبين بالعالم. انت بتحب تعمل منيح جوهر؟ ما بحب خالي، والله ما عم بفهم عليك. ليش بتحبه كل هالقد لميماتي؟ انا ما بحب الناس اساسا، ليش بدي احبه لميماتي؟ لا يا خال، مبين عليك بتحبه ومبين انك ما رح تتركه. جوهر لا تحكي مثل هداك الاجدب ابن اخوه. شو بلا ما حطك مع الحطب بالنار؟ ها شلون بيحط الشك بقلب الواحد؟ شلون؟ عابد عطي خبر لبابا ممدوح، خلي يعرف شو صار. لازم أمه توقف جنبه. خلوه تجي. وخذ بطريقك الضيفة على غرفة تركي. حاضر معلم، تفضلي يلا. معلم عبد الحي خلص العملية ووضعه منيح. الحمد لله على سلامته. الحمد لله. معلم بدي روح شوف بلوط شخصي، هذا زازا عم يضايقني وابن أخوه لذو الفقار في شي بيتعلق فيه ما نعاجبني. ميماتي انتبهت وبالأخير وقعت بالجورة. روح الله يسهل لك. تسلم معلم. جيتي لهون انت وشهميران؟ اذا عرف الرئيس اني هون بيقتلني فورا. من اي طريق جيتوا؟ ما لك علاقه، ما دخلك. انت شو اسمك؟ ازاد. ازاد، بعرف انه شهميران جابك معه، بس بعرف انك بتحبي لباران. انت ساعديني هلا وانا بساعدكم لتكونوا سعداء مع بعض.
بسوان المدن البرجوازيات هنن يلي بركضوا ورا السعادة مو أنا. مو بس يلي بالمدينة بيحبوا السعادة. تركك للمنظمة وجيتك على اسطنبول غريبة، مستحيل تقدري توصلي من دون ما توعي بإيد الجيش. بدي تقليلي عن نقطة العبور خارج مناطق المنظمة. ليش؟ انت بتقدر تروح على شمال العراق مثل ما بتقدر تروح انت. انا اجيت بالهليكوبتر يعني؟ لا لا تلفي وتدوري. شاه ميران عرف انك التقيتي بباران وكان رح يقتلك بسبب هذا الشيء، بس قرر يعطيكي فرصة أخيرة وانت انجبرتي تقبليها. هلأ انت عم تعمل مثله. انت بشو بتختلف عن شهميران؟ انا ما عم قلك تعالي وصيري طعم، انا عم اسألك شلون قدر شهميران انه يجي على اسطنبول؟ بأي وسيلة عبر من شمال العراق؟ وين غير سيارته بتركيا؟ اذا قلت لك شو بتستفيد من هالشي؟ الا ما استفيد منه. جينا عن طريق البر، نزلنا بعد نقط عبور المنظمة، عبرنا الحدود بسيارة شاحنة، بقينا بالشاحنة لوصلنا على ملاطيا، بعدين ركبنا بسيارات عادية. طيب شو أنواع السيارات؟ بتتذكري ألوانهم أو أرقام لوحاتهم؟ لا بقيل لك تياب النظافة والعز. معيتك رح نصير نلبس بدلات السموكن ونروح على الحفلات كمان. ما بقي كتير قربت. أنا ما بلبس شي غير البدلة العسكرية، رح موت مثل ما عرفني شعبي بالبدلة العسكرية وبالجبل. إذا هيك ليش اجيت على اسطنبول؟ جاي شوف سلطنتك اللي عملتيها لحالك هون بفضل نضالنا. والله نحن ملينا من أكل الكافيار والشوكولا والجاتو. واضح هالشي، صايرة منتفخة مثل الإقطاعيين. طلع فيني، أنت شو مفكر النضال السياسي يا رفيق؟ بالكفاح المسلح أنت يا بتنقتل يا بتقتل، بينما بالنضال السياسي أنت كل يوم عم تواجه عميل شكل وبتضطر تسمع إهاناتهم كرمال المنظمة، وبتحاول بكل جهدك تقنعهم بفكر المنظمة تبعك بدون ما تتنازل بأي حرف من يلي عم تحكيه، وبتقبل بالإهانة وكل شي ممكن يحكو معك مشان مكاسب الشعب المناضل ومستقبله. لو منتبادل محلات يومين أنا بقدر خوض نضالي العسكري برجولي أكتر منك. أنت تقدر تشتغل سياسة يومين مثلي؟ الحقيقة قويتي إعجابي بالقيادة مرة ثانية بعد ما كنت بلشت أفقد الثقة بالقرارات تبعها. قرار نقل وحدة بتلعب بالحكي مثلك للجناح السياسي تبع المنظمة باسطنبول، مع أني ما كتير مقتنع فيكي بس كان قرار مهم كتير طبعا. بس هاد اللي عم تحكي لي إياه ما لازم تحكيه قدامي أنا هيك، ليش ما عم نسمعه بالمحاكم؟ روحي احكي هالحكي بديار بكر هنيك قدام جماعة المحكمة تبعنا. ما بتقدري تحكي أبدا، انتو ما بتقدروا تحكوا غير قدامنا. نحن صار اللي بدنا اياه بديار بكر، تأسست محكمة تجمع الناس والمنظمة مع بعض. لما شاف شعبنا اللي بيحبنا واللي ما بيحبنا اللي عم ينعمل هنيك على الأرض، بلشوا يفقدوا إيمانهم كله بالجمهورية الحالية. انت عم تتوهمي عن جد، لولا سلاحي وجماعة الرفاق تحت ايدي كانوا بيومين ركضوا مثل الغزلان على حضن الجمهورية التركية. أنا ما جاي لهون لحتى سابك بالحكي، بعرف إنك خايني للقضية تبعنا، وبعرف مين الخونة اللي عم تجمعيهم حواليك واللي عم تحاولي تعملي شي معهن. فرصتك الوحيدة هلأ
انك تقدمي نقد ذاتي بالمحكمة الثورية وتعترفي بمعاملتك قدام اللجنة المركزية وقدام المكتب السياسي. انت وكل قوتك ما بتسمح لك تحاكمني. ما في لزوم نوثق المحكمة بوحدة خاينة للمنظمة مثلك. اذا مقتنع اني خاينة لا توقف. يلا قوس. هلا بدي منك تسلميني الخونة اللي هربوا لعندك. أنا ماني بحاجة لرجالك الجبنة يكونوا عندي. كان يلي قتلكن مراد علمدار كنتن دفنتوا بقلوب الشعب وضميره. لا تدفنوا هالوسخ، رموهم بالزباله.